الاهلي 0-0، وهنا محاوله الان لمصلحه فريق اتحاد كلباء الذي يبحث عن نقاط، وهذه كره خطيره. الله، النمور لا ترحم هذا الموسم، يضرب بالفعل اتحاد كلباء الان عن طريق جشك، يضعها في المرمى، يسجل أول أهداف. أو سلطان، يبدو سلطان الزعابي، نعم، يسجل إذن أول أهداف هذا الموسم. شوف اللعبة الماضية، أوهو، لا ما فيها شيء، ما فيها شيء من خلال ما شاهدناه إلا إذا كان للفار كلمة. عموما لاحظ الآن بعد ذلك تأتي العرضية ثم تأتي المتابعة. شوف الأخطاء الدفاعية بالفعل، وسلطان الزعابي يضعها في المرمى، يسجل أول الأهداف الآن، أول الأهداف الآن عن طريق سلطان الزعابي. إذا يتقدم اتحاد كلباء. شوف جشك، مر جشك، لكن ماذا يحدث في دفاع النصر؟ نعم، إذا يسجل اتحاد كلباء أول أهداف، يتقدم بهدف مقابل لا شيء الآن في الدقائق الأولى من هذه المباراة. تطرق إلى التحكيم، تطرق إلى تمثيل اللاعبين وإضاعة الوقت، وهذه كرة، وهو عاد العبيد بضربة رأس من حديد عن طريق اللاعب ريان مينديز. إذن يسجل هدف التعادل الآن في هذه اللحظات، وثاني أهداف الآن في المسابقة. نعم، إذن يسجل النصر الآن عن طريق ريان مينديز هدف التعادل الآن في هذه المباراة. لاحظ هنا الكرة العرضية، راشد عمر، ومن دون رقابة، من دون رقابة تماما، يضعها في المرمى، يسجل هدف التعادل. يسأل عن دفاع اتحاد كلباء، ولكن يحسب أيضا للعرضية الجميلة وللتمركز الجيد أيضا من ريان مينديز اللي يسجل الآن هدف التعادل. حلو حلو، الآن ريان مينديز يسجل هدفه الثاني في دوري ريان مينديز مع ديمبوي، وهذه محاولة خطرة. جول! ماذا يحدث؟ العميد ينتفض، ريان مينديز هو الآخر يتألق في دقيقة ودقيقتان ويسجل هدفان الآن. يتقدم الآن النصر، هنا جماهيره السعيدة الفرحة تماما، لكن هل أصيب ريان مينديز بالضمة؟ لا 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 لا، قد يخسرون كثيرا إذا ما غادر. نعم، متألق الآن يسجل، لكن هذا أيضا خطأ كبير من الهوتي. ليش رجع حارس المرمى؟ فلذلك ريان مينديز كان سريعا. تشوف هذه الأولى، يعني لو نزل لها الحارس كان خلاص الأمور انتهت، ولكن ريان مينديز يحسب للمتابعة ويحسب له أيضا المرور والتقدم، ويسجل الهدف الثاني الآن، ليتقدم الآن بهدفين مقابل شيء، أو بهدفين مقابل هدف. تمريرة تعرف كانت ممتازة، ريان مينديز يضعها في المرمى، يسجل الهدف الثاني. 90 في إيطاليا، هنا محاولة وهدف ثالث. الهدف الثالث الآن لمصلحة النصر، يأتي عن طريق ديمبو داربوي. إذا يسجل الهدف الثالث وثالث أهداف أيضا في دوري أدنوك للمحترفين. أصبحت الآن ثلاثة. ماذا حدث؟ هل لم يبدأ فرهاد؟ هل تأثير أيضا غياب عبد الرحمن إبراهيم؟ لأن العرضيات كلها تأتي من هذا المكان. شوف الهدف الأول من هذا المكان، الهدف الثاني من هذا المكان. ماذا يحدث في دفاع اتحاد كلباء؟ أصبحت النتيجة الآن 3-1. النصر أفضل بحكم تقدم الآن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. لاحظ كل العرضيات تأتي من الجهة اللي غايب فيها محمد عبد الرحمن. تمريرة ممتازة الآن، وكرة عرضية، أحمد عامر، خطرة، جول!
هدف تقليص الفارق الآن يأتي لمصلحة فريق اتحاد كلباب، وهناك احتجاج نصراوي على حكم المباراة. راح نشوف شو اللي صار، شو اللي صار. هذه الكرة هل اصطدت في يد اللاعب؟ هل كانت متعمدة؟ غير متعمدة. شوف هذه الكرة الماضية اللي كان يحتج عليها النصراوية. شوف، لكن الحكم كان قريب، الحكم كان قريب أيضا. أنت صفر. عموما راح نشوف الآن هل ماذا هناك. وكرة عرضية مثالية، جول! عاد النمور وسجل التعادل. ياهي رمونتادا، ياهي عودة. لماذا لا تلعب يا فرهاد بهذه الطريقة؟ لماذا لا تلعب يا فرهاد بهذه الطريقة منذ البداية؟ عاد النمور يعمر ما أفسده فرهاد. عامر إذن يسجل الآن هدف التعادل الآن للنمور. إنهم يبحثون عن مزاحمة الصدارة. خطر جول! ريمونتادا! وعودة لمزاحمة الصدارة. النمور تكشر عن أنيابها وتضرب برباعية. ياه على كرة القدم. أبدا ما لها أمان. تقدم النمور. سجل الرباعية إلى النقطة رقم 14، إلى مزاحمة المتصدرين، إلى الذهاب بعيدا في دوري أدنوك. نعم، إنهم النمور كشروا عن أنيابهم، ضربهم، سجل على طول. الله، فيليب فريق النصر. كرة اللعب راح جول عامر. خيالية عازمون إلى هدف قاتل. نعم، جيم أوفر. انتهت. خلاص، خلصوها. أحمد عامر الهاها. شوف التمريرة، حسن تبلابا أرسل الكرة الماضية وعلى طول مر عامر حطها لوب. عامر انهاها. مبروك كلباوي. انتهت الامور خلاص. لا تقولي راح يعيد النصر. لا. شوف عامر، الله عليك. خلص على المباراة وخلص علي انا مرة واحدة معاه، وخلص علي انا بعد مرة واحدة. خلاص انتهى. ياهي ريمونتادا وياهي إثارة. مبروك من الأعماق. مبروك بالفعل. ألف مبروك لاتحاد كلبا. هارد لك للنصر. بهذه النتيجة يصل اتحاد كلبا إلى النقطة رقم 14. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان.